السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا اليوم بالحشام التقليدي بالفرن ومن غير بيض، ودي وصفتي الخاصة. بسم الله نبدأ. بنحتاج لكوب ونص دقيق وملعقة كبيرة نشا ورشة ملح ونص ملعقة باكنج باودر وحوالي 3 ملاعق كبيرة سمنة وحوالي علبة قشطة أو أقل من العلبة على حسب نوع الدقيق. بنعجن كل المكونات مع بعض لحد ما نصل لعجينة ملسة، ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة. للتشكيل استخدمت طابعة الفوندان أو طابعة عجينة السكر. بفرد العجين على ورق زبدة وبضغط بطابعة الفوندان وبقطع بقطعات البسكويت وبلفها شكلي بالحشام، وبندخل الفرن على 300 درجة فهرنهايت لمدة 3 ساعة. للتقديم استخدمت الشيرة المكرملة أو السكر المكرمل، وحنزل لكم لينك فيديو السكر المكرمل في صندوق الوصف. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وشير ولايكس على قناتي باليوتيوب مطبخ مديحة شايبة، وما تنسوا تفعلوا الجرس ليصلكم الجديد.